أنتم في مصر قد لا تدركون قيمة أن تعيشوا في كنف دولة قائمة وجيش ولاؤه واحد غير مشتت الولاءات. أخوكم من بلاد لم تعد فيها دولة، ولا أدري أتستمر متحدة أم لا. أعيش في دولة دمرت، جيشنا في اليمن كان منقسم الولاءات، واليوم كل طرف معه ألوية من الجيش، وكل طرف يقول أنه بريء من قتل الأبرياء، وأن الطرف الآخر يقتل مدنيين، والكل بقصد أو بغير قصد أسقط مدنيين. فلسفة الجيش المصري إضافة إلى الإيمان الفطري ووحدة الولاء أنه غير عدواني، ليس بجيش يقيم قوته وتطويره على أساس الاعتداء على الآخرين. هو جيش قام على أساس بناء بلده والذود عنها. هو مسالم لا يعتدي، يهز العالم زئيره. فكر أحد في أن يقترب من أمن بلاده أو سيادتها؟